شوف نقول لك حاجة، هذا الإخوة اللي تقدموا للترشح فهم جزائريين ينتميوا لهذه الأرض كل واحد وأفكاره، ولكن الهدف تاعنا الأسمى هو الاستقرار تاع البلاد هذه والازدهار تاع البلاد هذه. بالعكس احنا نرحب بهذه المبادرات وبهذه الترشيحات تاع قال الإخوة. المعارضة أو النقد كي يكون كونستركتيف، النقد البناء هو اللي يطلع، مش الكلام هذاك زيد ولا التجريح ولا الأذى. حتى الرئيس تكلم على أخلاقة الحياة السياسية، لازم تكون منافسة شريفة. يا خويا كل واحد يمشي مع اللي حب، ولكن تكون منافسة شريفة في إطار شريف. نبركوا من المناسنات هذيك، ما نديروش فتنة في الناس، ونخدموا كل واحد يا خويا يمشي مع اللي حب. إذن أنا نبارك بالإخوة هذو اللي تقدموا للترشح، وهذه هي، هم جزائريين، وهذه هي المنافسة الحقيقية.